السلام عليكم أعزائنا المشاهدين. لماذا يجب أن نصوت بلا في دستور 2020؟ وما الفائدة من ذلك؟ أولاً، تصويتي بلا على الدستور لا يعني أبداً انقلابي على رئيس الجمهورية. ثانياً، تصويتي بلا لا يعني أبداً أنني ضد مسار مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. ثالثاً، تصويتي بلا معناه أنني أرفض إطلاقاً دستور 2008 و2016 ومسودة العرابة. رابعاً، تصويتي بلا يعني أنني رافض لكل مجالس الوزراء السابقة التي صادقت على الدساتير السابقة. خامساً، تصويتي بلا يعني أنني رافض لكل البرلمانيين الذين صوتوا بنعم على الدساتير السابقة. سادساً، تصويتي بلا يعني أنني أثق في رئيس الجمهورية الذي قال أن الدستور لن يمر دون موافقة الشعب. سابعاً، تصويتي بلا يعني أنني مع الجزائر الجديدة وبعقليات جديدة. ثامناً، تصويتي بلا يعني أنني أتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية الذي قال أنه في حال رفض الدستور من الشعب سيتم فتح ورشة عمل جديدة، ولكن ببرلمان جديد، برلمان يمثل الشعب حقا، يعني دستور الشعب سيكون في 2022. تصويتي بلا على الدستور الحالي يعني سأساهم في قطع الحبل السري الذي يربط العصابة بالجزائر الجديدة. تصويتي بلا يعني أنني أريد فرصة كاملة لتعديل الدستور، ولن أكتفي بنصف فرصة. احذروا، التصويت سيكون بقوة وبلا للدستور، لأن المقاطعة لا تخدم الأغلبية بل تخدم مصالح الأقلية والعصابة وأصحاب المصالح والطبالين والشياطين الذين سيصوتون بنعم لتمرير دستورهم العلمانية.